السلام عليكم ورحمة الله. هنراجع مع بعض النهاردة إن شاء الله الوحدة الثانية، والوحدة الثانية بعنوان الطاقة الحرارية. هنبدأ في الوحدة الثانية، هنجمع أهم المصطلحات العلمية. أول حاجة عندنا الحرارة، والحرارة هي صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة للجسم الأقل في درجة الحرارة. تاني مصطلح درجة الحرارة، وهي درجة الحرارة مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة الجسم أو برودة الجسم. إيه هي درجة الحرارة اللي وصل ليها الجسم إذا كان سخونة أو إذا كانت برودة؟ بعد كده عندنا المواد جيدة التوصيل للحرارة، والمواد جيدة التوصيل للحرارة هي المواد التي تسمح بانتقال الحرارة خلالها، مثل النحاس، الألمونيوم، الحديد، وفي الغالب كل المعادن بتوصل حرارة. تاني نوع عندي من المواد وهي المواد رديئة التوصيل للحرارة، وهي مواد لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها، زي البلاستيك، الخشب، الورق، المطاط، الزجاج. بعد كده عندنا الترمومتر، والترمومتر هو جهاز يستخدم لقياس درجة الحرارة. هنشوف فكرة عمل الترمومتر، وهي تغير حجم السائل الموجود بالترمومتر بانتظام مع تغير درجة الحرارة، أي أن السائل يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، يتغير حجم السائل بتغير درجة الحرارة. عندي نوعين من الترمومتر، وهو الترمومتر الطبي وهو يستخدم لقياس درجة حرارة جسم الإنسان. تاني نوع الترمومتر المئوي، وهو جهاز يستخدم لقياس درجة حرارة السوائل. هنشوف مع بعض تركيب الترمومتر الطبي. الترمومتر الطبي بيتكون من أنبوبة زجاجية سميكة بداخلها أنبوبة شعرية بها اختناق، و في النهاية مستودع يوضع به الزئبق. تدريج الترمومتر الطبي يبدأ من 35 إلى 42 درجة مئوية. نشوف بعد كده تركيب الترمومتر المئوي. والترمومتر المئوي بيتكون من أنبوبة زجاجية سميكة بداخلها أنبوبة دقيقة جدا شعرية تنتهي بمستودع زئبق، وتدريجه أقل درجة له هي درجة الصفر مئوية، وهي درجة تمثل درجة تجمد الماء، وينتهي بأعلى درجة وهي درجة غليان الماء وهي 100 درجة مئوية. سؤال بيتكرر كتير في الامتحانات، ليه يفضل استخدام الزئبق في الترمومترات؟ ليه بنستخدم الزئبق في الترمومترات؟ عندي ليه 5 خواص. بستخدم الزئبق في صناعة الترمومتر لأن الزئبق بيتميز بـ5 خواص. أول صفة منهم فضي اللون وبالتالي يمكن رؤيته بسهولة. تاني حاجة جيد التوصيل للحرارة، يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. تلاتة لا يلتصق بجدار الأنبوبة. أربعة يبقى سائلا، يبقى سائل بين درجتي حرارة من سالب 39 درجة مئوية إلى 357 درجة مئوية، وبالتالي في مدى كبير لقياس درجات الحرارة. يتغير بانتظام بتغير درجة الحرارة. هنشوف مع بعض مجموعة من الأسئلة. أول حاجة علل لما يأتي. السؤال الأول، تستخدم الملابس الصوفية الثقيلة شتاء لمنع تسرب الحرارة من الجسم إلى الجو. 2، يستخدم البلاستيك والخشب في صناعة مقابض الغلايات أو مقابض أواني الطهي لأن البلاستيك والخشب مادتا رديئتا توصيل الحرارة فتمنع تسرب الحرارة لليد. السؤال الثالث، وجود اختناق في الترمومتر الطبي لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع فبالتالي نتمكن من تسجيل القراءة بسهولة. 4، تدريج الترمومتر الطبي يتراوح بين 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية لأن درجة حرارة الإنسان السليم صحيا، الإنسان الصحيح درجة حرارته بتكون 37 درجة سيليزية، قد تتغير بين من 35 ل 42 درجة سيليزية في حالة التعرض للمرض، لأن الإنسان لو تعب انخفضت درجة حرارته هتبقى توصل ل 35، مش أقل من 35 ومش هتبقى أكتر من 42. هنقارن مع بعض بين الترمومتر الطبي والترمومتر المئوي، وأهم حاجة نكتب وجه المقارنة. هنقارن بين التركيب، الترمومتر الطبي بيتركب من
أو بيتكون من أنبوبة زجاجية شفافة، أنبوبة شعرية، مستودع يتجمع به الزئبق ويوجد به اختناق. أما الترمومتر المئوي يتكون من أنبوبة زجاجية شفافة، أنبوبة شعرية، مستودع يتجمع به الزئبق ولا يوجد به اختناق. نقارن من حيث التدريج. تدريج الترمومتر الطبي يبدأ من 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية، أما الترمومتر المئوي من 0 درجة سيليزية إلى 100 درجة سيليزية. السائل المستخدم في الترمومتر الطبي هو الزئبق، والسائل المستخدم في الترمومتر المئوي هو الزئبق. الاستخدام: يستخدم الترمومتر الطبي لقياس درجة حرارة جسم الإنسان، أما الترمومتر المئوي يستخدم لقياس درجة حرارة السوائل. أجب عن الأسئلة الآتية: السؤال الأول، ماذا يحدث عند وضع ترمومتر مئوي في ماء مثلج؟ 2، الضغط بقوة على الترمومتر الطبي بأسنانك. 3، استبدال الزئبق في الترمومتر بالماء. السؤال اللي بعده، أكمل ما يأتي. 1، معدن نقط يوصل الحرارة أسرع من الألمونيوم. 2، يبقى الزئبق سائلا بين درجتي حرارة نقط ونقط. 3، تدريج الترمومتر الطبي يتراوح بين. 4، من خواص الزئبق، هتذكر 3 خواص. 5، تدريج الترمومتر المئوي يتراوح بين نقط ونقط. السؤال الثالث، علل لما يأتي. وجود اختناق بالترمومتر الطبي. 2، وجود مسافات محسوبة بين قطبان السكك الحديدية. 3، لا يمكن الاعتماد على حاسة اللمس في تقدير درجة الحرارة. وبكده تبقى انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.